أنا أذكر شخص يا جماعة الخير سبحان الله، الأب عاق بوالده والأم بارة بوالدها. لا إله إلا الله، يعني أعطوني التناقض هذا اللي الآن. وش ممكن التناقض؟ إيه مشكلة. الأب كلنا على حسب ما ورد، كلنا على حسب ما ورد، والأم بارة بوالدها. طيب الأبناء وش طلعوا؟ بارين بأمهم. لا يغلب البر، لعله يغلب البر للأب والأم. نعم. وين العقوبة اللي إلى للوالد؟ شو اسمه؟ إن هذا دين. بعض الناس يقول هذا دين. نعم. تؤجل العقوبة في شيء آخر. قد تكون في شيء آخر أو شيء ثاني. ولا والله حصل شيء عجيب يا جماعة. والله شيء عجيب. والله شيء عجيب. طيب أفدنا يا عبد المحسن. صار الأبناء كلهم بارين بوالديهم. بارين بوالديهم. لكن سبحان الله الأب يحدث مشاكل من غير ليحصل العقوق، تغصب أبناءه بالابتعاد عنه. أنا العقوق تغصبهم بالعقوق. لا يقول نبعد عن وجودنا عنده، صار مزعج له. بعدهم عن العقوق. إيه لأنه يقول هو يقول حنا نتلطف له كذا، ثم ما ندري إلا هو في الدنيا وهو اللي كذا. قلت والله أن هذا شوف هو بنفسه الآن عاقب نفسه. بدأ يعاقب نفسه. لا إله إلا الله، الحمد لله. لذلك عقوق الوالدين ترى أمر مهم يا جماعة الخير. الله عز وجل يعني ذكره مع عبادته. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين ولا ثم بالوالدين وبالوالدين على طول. لذلك الأمر مهم. وأنا أوجه رسالة للآباء والأمهات، أعينوا أبناءكم على بركم، لا تكونوا سببا في عقوقهم، لا تكونوا سببا في عدم صلتهم مع بعضهم البعض، كونوا سببا في قربهم. تنازلوا وتحملوا عيلكم مهما كان، وادعوا لهم. نسأل الله أن يسعدنا جميعا في الدنيا والآخرة، وأن يبارك لنا في أموالنا وأولادنا ودنيانا وآخرتنا. اللهم آمين يا ربي يا الله.